المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهم شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهم شنال. لا فيديو ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه، تحديدا لتبييض الوجه، تخلص من البقع الداكنة، نمشوا الكلف وجميع المشاكل إن شاء الله غادي تخلصوا منها بواسطة هذه الوصفة السحرية. أيضا هذه الوصفة غتساعدكم حتى على التخلص من التجاعيد، سواء كانت التجاعيد القديمة ولا جديده اولا اللي كتكون كثيره ولا القليله، يعني كما كانت النوعيه ديال التجاعيد غنتخلصوا منها، وايضا كما كان العمر ديالكم ولا لاج ديالكم، سواء كنتوا في لاج كبير اولا لاج صغير فغادي تخلصوا ان شاء الله وباذنه كذلك من مشكل التجاعيد. نتمنى تعجبكم هاد لاغوسيت، نتمنى تستفدوا منها قدر المستطاع اكيد. وبالنسبه لهاد الوصفه راه كتكون من ثلاثه ديال المكونات كما كتشاهدوا في الفيديو ولا كما كيبان لكم اكيد في الفيديو. هاد المكونات اكيد اكيد بصات كيف ما عودتكم ولله الحمد دائما الوصفات الطبيعيه بامتياز، يعني يكونوا سهلين وفي متناول الجميع. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد لاغوسيت هادي وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، فنحن دائما في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله. البنات الى عندكم يعني وصفات طبيعيه للتخلص من التجاعيد، تبييض البشره، تخلص من البقع الداكنه، اثار الحبوب، الحبوب ايضا يعني جميع هاد المشاكل، فخليو لينا الوصفه، خليو لنا المكونات، طريقه التحضير، طريقه يعني الاستعمال اون ديتاي في لي كومونتير، وانا اكيد شخصيا بدوري نجرب لاغوسيت الا عجبتني وعطاتني نتائج زوينه، والا اكيد جاتني مزيانه غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناه باش هكذا تعمل الفائده للجميع. دونك بسم الله على بركه الله نجيو باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفه، ثم طريقه التحضير، ثم طريقه الاستعمال اكيد. دونك اول مكون غادي نحتاجو ليه في هاد الوصفه اللي هو الحليب، غادي نحتاجو تقريبا واحد 5 ديال المعالق ديال الحليب. بالنسبه للحليب البنات الناس اللي غيقولوا لي واش هو كامل الدسم ولا ما كاملش الدسم، فانا هنا خديتو حليب كامل الدسم، ممكن نتوما تاخدوه يعني حليب بودره، او صراحه لو شويه تيبقى راجع لكم نوعيه الحليب اللي تناسبكم هي اللي تعملوها، ولا ديجا مالفين كتعملوها لبشره الوجه ديالكم هي اللي تستعملوا. فبالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجو ليه اللي هو النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا اللي كيجيب هذا الشكل هذا، حتى هو مفيد جدا للبشره. وثالث مكون البنات اللي هو العدس مطحون اللي كيجيب هذا الشكل هذا، يعني هذا العدس مطحون، خديت الحبيبات ديال العدس وطحنتهم في المولينيكس ومن بعد يعني سحقته وغربلته وصبح لي بهذا الشكل. بالنسبه للعدس فاحنا عارفين كنا العدس كيجيب هذا الشكل هذا، ها نتوما يعني هذا هو العدس، وبعد ما كيطحن كيصبح بهذا الشكل هذا، يعني قبل وبعد. جيسبر البنات تكونوا فهمتوني في هذه النقطه هذه، لانه بزاف السيدات غيخليو لي لي كومونتير شنو المكون الثالث ما فهمناش. بالنسبه للمكون الثالث البنات اللي هو العدس، العدس مهم ورائع جدا للتخلص من التجاعيد مهما كانت الحده ديالهم، فغادي نحتاجو كما قلت لكم حبيبات العدس بهذا الشكل، نطحنوه بعد ما كيطحن كيصبح لينا بودره بهذا الشكل هذا. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو اللي هما الحليب كامل الدسم، النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا، والعدس مطحون. بسم الله على بركه الله ندوزو الان لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال بعد ما تعرفنا على مكونات الوصفه. غادي ناخذ الحليب ديالي ونعبر، نحاولوا نخلطوا كل هذه المكونات مع بعضهم البعض بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الوصفه راه غايه في الروعه البنات، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. غادي نزيد نضيف العدس مطحون
ونحاول نخلط الكل. بالنسبه للسيدات اللي مجربين العدس مطحون في الوصفه الطبيعيه ديالهم اولا كيدخلوه في الروتينات ديالهم للعنايه بالوجه وبالجسم، فيكتبوا لينا في لي كومونتير كيفاش كيجيهم، والناس اللي ما عمرهم جربوه ملي تجربوه قولوا لي كيفاش جاكم. اكيد نحاولوا نخلطوا كل هاد المكونات مع بعضهم البعض. نزيد النشا نحاولوا نخلطوا لاغوسيت مزيان باش هكذا يتجانسوا لينا جميع المكونات. بهذا الشكل هذا البنات كتصبح الوصفه، يعني لو بغيتوها تخليوها عاقده بهذا الشكل ممكن، بغيتو تخليوها سائله ممكن، لو شوا كيبقى راجع لكم على حسب نتوما وشنو بغيتو. وبعد ما كتصبح لنا الوصفه بهذا الشكل هذا البنات كنطبقوها على منطقه الوجه. بالنسبه لواحد الملاحظه البنات غنقولها لكم في هذا الفيديو، الا استعملتوا العدس اولا في هذه الوصفه اولا في اي وصفه طبيعيه البنات غادي تكونوا كتلاحظوا ان يعني السوائل اللي كنضيفوا للعدس كيمتصهم، يعني ما كيمين با واحد 5 ديال الدقائق كيمتص لينا كل السوائل، فماشي مشكل الا كثرتوا فيه يعني النسبه ولا الكميه ولا الكونتيتي ديال الحليب، باش هكذا يمتص فاش كيمتص العدس ما توليش الوصفه ناشفه بزاف، يعني يبقى القوام ديالها شويه سائل، لانه الا كانت عاقده بزاف غادي ما تبغيش دار لينا على الوجه ديالنا ولا على اي منطقه اخرى، ما كتبيش تثبت. فالا بغيتوا تثبت الوصفه ديالكم ملي كتستعملوا العدس في هذه الوصفه اولا في اي وصفه طبيعيه ضروري ما تكثروا من النسبه ديال السوائل، يعني تعملوا عوض 5 المعالق تعملوا واحد 7 ديال المعالق، باش هكذا ملي يمتص العدس ديالكم يعني السوائل اللي ضفنا ليه سواء يعني الحليب او يعني الحامض او عصير ليمون او اي شيء اي سائل، ملي يمتصوا ما تحسوش بانه العدس يعني نشف، وفاش غادي تبغيو تعملوا على المنطقه ديال الوجه ما غاديش يبغي يلصق او يتبت بكل سهوله، فبالعكس غادي يمرتكم كما كنقولوا. هاد الاشياء اكيد حنا ما نبغيوهاش في الوصفات ديالنا الطبيعيه، نبغيو وصفه سهله مهله تعمل لينا فيت فيت. فبالنسبه لهذه الملاحظه انا لاحظتها يعني فاش كنستعمل العدس تقريبا في كل وصفاتي، يعني فاش كنستعملو في الاسبوع فدائما كي يعني كيكون داك كنشوف فيه كنحس به ناشف على بشره الوجه ديالي، مع العلم انه كنكثر فيه السوائل. يعني الا بغيتو تيفيتيو هاد المشاكل دائما ملي تعملوا العدس سواء في هاد الوصفه سواء في اي وصفه للوجه او للجسم، ان شاء الله العدس غنقدمو لكم في عده وصفات لانه كنستعملو بشكل اسبوعي. الحمد لله لقيت عليه نتائج زوينه سواء التجاعيد سواء التبييض سواء النمش والكلف، يعني الناس اللي ما عمرهم جربوه غيجربوه في هاد الفيديو هذا وغيكتشفوا النتيجه بالانفس ديالهم. يعني الا بقينا كنستعملو
كتستعملوه بشكل يومي البشرة ديالكم كتولي في واحد السن اللي هو شاب، سن 20 سن 18 سنة، وهذا السن هذا ولا هذا لاج هذا ما كاينش محسن منه، يعني سن الشباب. وفاش كنتفكروا دائما كنقولوا يعني كان واحد العمر اللي اكيد كتكون فيه البشرة ديالنا شابة مشرقة حيوية بدون تجاعيد بدون حبوب بدون نمشوكلف، يعني ما فيهاش تقريبا، يعني عند كل السيدات ما كيكونش مشاكل كثيرة، فلا كان مشكل اولا جوج فاكيد ماشي بحال بزاف ديال المشاكل. فهذه الملاحظه اللي بغيت نقولها لكم في هذا الفيديو. بالنسبه للعدس دائما ما تكثروا ليه السوائل، لانه كيمتص السوائل بواحد الشكل كبير بزاف. فهذا الشيء اللي كاين للناس بخصوص هاد لاغوسيت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى استفدتوا من هذا الفيديو قدر المستطاع ان شاء الله، واستفدتوا حتى من النصيحه ولا الملاحظه اللي عطيتكم في اخر الفيديو اكيد. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، وما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دافو. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله باذنه كذلك.